سليم، سلمى والسلطة. مرحباً، أنا سليم. وأنا سلمى، ونحن توأمان نعيش معاً بأمان. لا مهرب من ذلك أصلاً، فهي معي دائماً. سليم، طيب، أنا آسف، هي أختي وأحبها للأبد. سعيدة الآن يا سلمى؟ على الأقل نحن على أمر واحد متفقان، اتباع نظام أكل صحي خاصة في رمضان. وقد قررنا هذا العام أن نساعد العائلة كلها على تناول المزيد من الفواكه والخضار على العشاء وبعد الإفطار. في اليوم الأول من رمضان انتظرنا صوت المدفع والأذان لننضم إلى العائلة حول أشهى مائدة. وحين استعد الكل للانغماس بالأطباق صرخنا بأعلى صوتنا: مهلاً، السلطة أولاً! وكنا فرحين لرؤية الجميع بادئين إفطارهم بحصتهم اليومية الأساسية من الخضار. لكن بعد السلطة تاهت أعيننا بين الأطباق، أصناف، أشكال، ألوان. بابا، لو سمحت، هل تناولني سمبوسة؟ وأنا شوربة عدس وكبة. يا سلام، ما أطيب الفتة! ورحنا نتلذذ ونأكل من كل صنف قليلاً، إلى أن سمعنا ماما تنادي فجأة: سليم، سلمى، أنا مع الملوخية قادمة. ملوخية؟ طبق اليوم ملوخية؟ هذه أكلة خيالية، نحن التوأمان على هذا أيضاً متفقان. ولكن أين تسع الملوخية الآن؟ لم نترك صنفاً لم نتذوقه. علينا أن نجد حلاً، سيمر رمضان ونحن نعيش على المقبلات. سليم، ماذا لو تقاسمنا الأصناف؟ نأكل من كل صنف قطعة، ولكن مناصفة. يعني نقسم القطعة نصفين؟ نصف لك ونصف لي؟ سلمى، فكرة عبقرية، لم أكن أعلم أنك ذكية. وفي الثاني من رمضان جاء وقت الإفطار مرة كمان. جلسنا إلى المائدة وكلنا حماس للخطة الجديدة. وبعد شوربة اليوم مد الجميع أيديهم إلى الأطباق كما قبل يوم، فجاءت صرختنا المعتادة توقفهم كالعادة: مهلاً، السلطة أولاً! وأضفنا أننا ومنذ اليوم سننهي عشاءنا بالفاكهة كلنا، ثم اخترنا من كل صنف قطعة وتشاركناها حتى وصل طبق اليوم على الطاولة. سليم، الكبسة أكلتي المفضلة بلا منافسة. لا يمكنني أن أزيد ولا لقمة، ما العمل يا سلمى؟ خطتنا الأولى فشلت، ولكننا لم نستسلم، بل وجدنا خطة أخرى. هذه المرة سنأكل الأصناف مداورة، وهكذا نبقي فسحة للكفتة بالبطاطا. لا يمكن أن نفوت هذه الطبخة، نحن التوأمان على هذا متفقان. وفي الثالث من رمضان: سلمى، اليوم أنت تأكلين سمبوسة وحمص وفاكهة، وأنا آكل ورق عنب وفطائر بالسبانخ وحلوى، وهكذا نتبادل. خطة سليمة يا سليم، لم أكن أعلم أنك فهيم. ثم بدأنا بتنفيذ خطتنا، وما إن وصلت الكفتة حتى رفعنا العشرة. لا مجال، سنجد خطة توصلنا إلى بر الأمان، لا محال. وفي الرابع من رمضان حان وقت الإفطار بعد طول انتظار. جلسنا إلى المائدة ونحن التوأمان على خطتنا متفقان. ماما، قليل من الشوربة فقط. وأنا كمان. تساءل الجميع عن سر هذا التغيير. وجدنا الحل لنظام أكل صحي في رمضان. صحيح،
حل لم يكن في الحسبان. في رمضان وكما في كل الأيام يجب تناول المزيد من الفواكه والخضار والاعتدال بالوجبات على الإفطار. قليل من الشوربة، سلطة، صنف مقبلات واحد كل يوم لنتلذذ بعدها بطبق اليوم. تماماً، والفواكه أخيراً. أعجبت العائلة كلها بحلنا، وكانت ماما فخورة جداً بنا. وحين مدينا أيدينا على طبق الفول أمامنا، صرخ الجميع ضاحكين: مهلاً، السلطة أولاً. النهاية. هذه القصة هي جزء من سلسلة حكوات رمضان الصغير، تجدون رابط تحميلها مجاناً في صندوق الوصف. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. مع السلامة.